الله يا اخوتي، لا هادشي بزاف. بنادم تيشوفو تيموت بالنسبه كيما كتشوفوا يعني داكشي اللي طرا في ايطاليا وفي سميتو هادشي كامل، وجابوا بعد التجمعات هادو. بالنسبه كيما كتشوف في ايطاليا التجمعات هادو اللي جاو من واحد المجتمع تاع حقوق المراه، يعني داروا واحد التظاهره وتما فين تصاب لهم بنادم بزاف، وكتشوف هاد الديكور هذا. بالنسبه هادشي كامل اللي كتبني فيه الدوله واللي كيبنوا فيه الناس، يعني في الاخر هو التريب، يعني شي حاجه اللي بزاف، يعني بنادم ما عرفت منين تيفهم. ونخليكم مع الفيديو دابا اللي طراو هاد الليله هادي. وتحية لمدينة ورزازات وبينهم مدن كتار. يعني بالنسبة لهاد الناس هادو اللي خايفين على والديهم وخايفين على الناس اللي عزاز عليهم يموتوا والتزموا بالشروط. العزل الصحي، تفاصيل أوفى في المراسلة التالية لنزهة بعزيزي. قمنا هذا المساء بجولة عبر مختلف الأزقة والشوارع والساحات العمومية والمواقع السياحية، ومعايناه يوحي وكأن المدينة مهجورة لا يسكنها أحد. كنا نود إجراء بعض الاستجوابات مع المواطنين، لكننا لم نجد أي مخاطب.